أعمل إيه؟ يا عبد الجبار! الحياة مقرفة جدا يا عبد الجبار، والغريبة إنك أنت لو رفضتها علشان مقرفة هتبقى مقرفة أكتر. طب والحل؟ الحل ما تنساش تبقى تغير له المية. ها؟ إيه؟ الحل بسيط، إنك تعامل الحياة بقوانينها علشان تتمتع بجمالها يا عبد الجبار. مش فاهم. المجتمعات المتخلفة يا عبد الجبار ما تعرفش حاجة اسمها العلم، وأي محاولة لتغيير حركتها بقوانين علمية تعتبر محاولة غير علمية في حد ذاتها. علي النعمة أنا حمار ولا فاهم حاجة. عشان كده بكلمك، لأنك حمار. كلكوا حمير هنا، محدش فاهمني. أنت يا روح هات الحمار اللي بيزعق هناك ده.